طبعا طلابنا الأعزاء، البيزك تكنيك اوف لوكال انستيزيا. بالبداية لازم نعرف انه اللوكال انستيزيا او الانجكشن اوف لوكال انستيزيا must be painful، او نقول painful as painless sorry as possible to reduce discomfort for the patient. We have many types of techniques of local anesthesia. We have first number one topical anesthetic technique، يعني topical اللي نستخدم أكثر شيء بالعيادات سبراي، واللي راح نشوف هسه الأنواع مالته. ثانيا infiltration وبلوك تكنيك، وهسه راح نحكي على كل وحدة من عندهم. سوري التوبيكال، طبعا التوبيكال خلي ببالكم التوبيكال نستخدمه بفور انجكشن، وفي بعض الاحيان نستخدمه فور سمبل بروسيجر بالاورال كافيتي. طبعا الديبث مال بنتريشن مال التوبيكال انستيزيا تقريبا هو 2 مليم. في بعض الاحيان قلنا نستخدمه قبل تقريبا 2 مليم، يكون الدبث مال بنتريشن اوف توبيكال لوكال انستيزيا نستخدمه بري اوبراتيف بالعاده. اول نوع هو السبراي واللي هو موست كومنلي يوزد بالكلينكس. زين السبراي يكون طبعا وهو المفضل هو عباره عن ليدوكين، البرسنتج مالته هو 10% تو 15%، يعني بالعاده نشوفه 10% او 15%. طبعا هذا كلش مفضل بسبب انه تقريبا الانسيت مالته يكون خلال دقيقه واحده. طبعا الديوريشن مالته يكون 10 دقائق. هذا السبراي نستفاد من عنده في بعض الاحيان بالاكستراكشن اوف سمبل ديسيديوس تيث اللي تكون اتاجد اونلي تو ذا ميوكوزا، وفي بعض الاحيان نستخدمه للسمبل سوتشرنج وخصوصا بالاطفال، اضافه الى ذلك استعماله بفور انجكشن. الاوينتمنت اقل استعمالا حقيقه بالاورال كافيتي بسببين. اول مره انه الكونسنتريشن مالته هو 5%، اما هذا يوصل حتى 15%، اضافه الى ذلك الاونسيت مالته تقريبا ياخذ 3 الى 4 دقائق، عكس ذاك الاونسيت مالته يكون خلال دقيقه واحده. ايمالشن هو مستحلب، هو يكون 2% ليدوكاين هيدروكلورايد، هذا بالعادة هذا السائل الحليبي نستخدمه للريجيشن أو اللوكال أنستيزيا بفور إمبريشن، خصوصا قبل الإمبريشن كومباوند، أو يكون في بعض الأحيان قبل الزنكوكسايد يوجينول اللي نستخدمها بالكومبليت دينشر. والسبب أنه في بعض الأحيان يعني الإمبريشنز تسوي إروجن فتكون هاي بينفول ألسرز، أو أنه تكون البروسيجر هي أصلا بينفول، فلذلك هذا الإمولشن نقدر نستخدمه بفور دينشرز بفور تاكينج سوري إمبريشنز وآفتر تاكينج أوف إمبريشنز. إيثايل كلورايد سبراي، إيثايل كلورايد سبراي يعني less likely to use it as topical anesthesia. بالعادة نستخدمه كفايتاليتي تيست للإكزامنيشن مالت التيث. الإيثايل كلورايد الفكرة مالته إنه يسوي لنا فازو كونستركشن، تمام؟ ماكو نعرف أنا قال لكم نيرفو فازو فازوروم نيرفو فازو نيرفوروم، فهو يسوي فازو كونستركشن أوف فازو نيرفوروم، تمام؟ فراح يسوي لنا لوكال أنستيزيا بالمكان اللي احنا مخلي عليه. زين هناك اكثر من نوع لازم زين طلاب لازم نميز. احنا بالعاده تشوفون هذا السهم، هذا على سمول تيرمينال نيرف اندينج، هاي نيرف اندينج كلها، هذا المين برانش ينطينا لارج تيرمينال برانش، وهذا اللارج تيرمينال برانش ينتهي بسمول تيرمينال نيرف اندينج. فاذا ننطي لوكال انستيزيا لهذا السمول تيرمينال نيرف اندينج نسميها انفلتريشن تكنيك. احنا بالعاده كل واحد او انت تشوف
من يكتب بالكيس شيت يكتب انه انفلتريشن تكنيك. هي بالعاده يكتب انفلتريشن تكنيك، تمام، وهو يقصد بالعاده انفلتريشن تكنيك للتكنيك العاديه اللي نستخدمها فوق الروتس. هاي خطا طلاب التسميه، بس احنا يعني بالعاده هي شائعه الاستعمال. اي لوكال انستيزيا فوق الابكس مالت الروت نسميها انفلتريشن، هي بالحقيقه المفروض نسميها فيلد بلوك. اذا سوينا سمول تيل نيرف للسمول اندينجز اوف نيرف، هاي نسميها انفلتريشن تكنيك، بالضبط يكون مكان الانجكشن بالانتر بروكسيمال اريا، تمام. اذا ارتفعنا شويه هذا البرانش، اما هذا البرانش او ذس برانش او ذس برانش اللي هو نسميه لار تيرمينال نيرف اندينج، هاي نسميها فيلد بلوك، اللي هي شائعه الاستعمال اللي هي تكون النيدل او ابوف ذا ابيكس اوف ذا روت. بس احنا بالعاده او ان ابروبريت نيم نسميها انفلتريشن تكنيك، وهي بالحقيقه ليست انفلتريشن تكنيك، لان انفلتريشن تكنيك للسمول تيرمينال نيرف اندينج، تمام. فاذا هاي نسميها انفلتريشن تكنيك لوكال انستيزيا فور سمول تيرمينال نيرف اندينج فور انتر بروكسيمال جنجيفا فور سمبل جنجيفال بروسيجر. فيلد بلوك اللي هي دائما نستخدمها اللي هي سوبرا بيروستيال انجكشن اللي هي تكون ابوف ذا ابيكس اوف ذا روت، والنيرف بلوك اللي هي نيرف بلوك تكون ديستنت فروم سايت اوف سيرجري وتكون بلوك فور ويل نون نيم نيرفز. طبعا انفلتريشن تكنيك اللي نستخدمها بالماكزيلا تكون يعني هاي ريت اوف سكسس، بيكوز انه الماكزيلا تكون ثين كورتيكال بليت، ولذلك اللوكال انستيزيا تعبر عن طريق البيروستيوم عن طريق هاي الفورامن النيومروس فورامن الموجوده بالماكزيلا وتسوي لنا بلوك للنيرفز او تيرمينال نيرف اندينجز. طبعا نجاحها بالماكزيلا اكثر من الماندبل، ليش؟ لانه الماكزيلا هي بورس وبها ملتيبل فورامن، بالماندبل ما ممكن نستخدم هذا التكنيكس فيما عدا اذا اريد يعني نسوي انستيزيا لللونج باكال نيرف فقط، او في بعض الاحيان بالتشيلدرن، لانه الماندبل يكون بالتشيلدرن يعني الى حد ما بورس، فممكن نستخدمها في الاكستراكشن مالت الديسيديوس تيث، وفي عاده في الادلت نستخدمها كذلك بالانتيرير ماندبل، لانه بالعاده يكون الى حد ما اكو سفشنت بوروسيتيز موجوده تسمح بالانفلتريشن اوف لوكال انستيزيا. فنرجع ونقول انه الانفلتريشن هو مور سكسسفول بالماكزيلا اكثر من الماندبل، ليش؟ لانه الماندبل كومباكت دينس بون، اما الماكزيلا هي عباره عن ملتيبل بوروسيتيز تسمح بالانفلتريشن اوف لوكال انستيزيا. طبعا تايبس اوف انفلتريشن تكنيك، عندنا سب ميوكوزال انجكشن، عاده هذا برير نستخدمه، اكثر شيء نستخدمه هو سوبرا بيريوستيال او سب بيريوستيال، تمام. السوبرا بيريوستيال هو المفضل، ليش؟ لانه يكون بينلس سوبرا بيريوستيال انجكشن، اللي هاي العاد السوبرا بيريوستيال اللي نستخدمها كومونلي بالدينتستري اللي هي نسميها فيلد بلوك اللي حكيت لكم عليها قبل شويه، تمام. فسوبرا بيريوستيال انجكشن ليش؟ لانه يكون accumulation of local anesthesia above periosteum فتكون painless procedure أو painless injection. subperiosteal يكون subperiosteal جوا البيريوستيوم وبذلك يكون painful يكون الانجكشن مالت اللوكال anesthesia. الانتراليجمنتال supplementary injection اللي هي أحد أنواع اللوكال انستيزيا اللي نسامعين بها انتراليجمنتال. الانتراليجمنتال انجكشن اللي هي نستخدمها في بعض الاحيان اف اذر تكنيكس فيلد، يعني اذا صار عندك فشل في حاله السوبرا بيريوستيال انجكشن تضطر تستخدمها، تكون الانجكشن مالتها تقريبا 0.2 مليم، تدخل النيدل
بين الجنجايفال مارجن والتوث والى توصل حد بريودونتال ليجمنت. طبعا اما كونفنشنال سرنج العاديه او في بعض الاحيان نستخدم سرنجات خاصه مال بريودونتال ليجمنت، لانه بالعاده السرنج العاديه ممكن يصير عندك ربتشر بال بال بالكاربولا مال اللوكال انستيزيا. طبعا خلي ببالك اذا سنجل روت التوث ندخل ميزيال وديستال حتى نقدر نسوي يعني بلوك للتيرمينال نيرف اندينج. وفي حاله الملتي روت التوث لازم كل روت نقدر ننطيه بيريدونتال انجكشنز. هاي في فيلر اذر تكنيكس اوف لوكال انستيزيا، يعني في حاله انه ذا بيشنت كان اكيوت بالبايتس اللي يكون هي اسيديك ميديا تمنع الانفلتريشن اوف بيزك فورم اوف لوكال انستيزيا الان ايونايزد فورم اللي حاكين عليه احنا. انترا بالبال انستيزيا. انترا بالبال انستيزيا هذا في بالعاده بعد ما نوصل للبالب، في بعض الاحيان الاسيديك ميديا تمنع الانايونايزد فورم بالانفلتريشن ثرو شنو ثرو ذا سيل ميمبرين او ثرو ليبيد لاير اوف سيل ميمبرين اسيديك ميديا. فما في حاله اكيوت انفلاميشن او انفكشن او في حاله الاكيوت بالبايتس فتشوف انه البيشنت يشعر بديسكومفورت كلش بسبب انه ما ياخذ انستيزيا. ففي بعض الاحيان قلنا نستخدم الانترا ليجمنتال، وفي بعض الاحيان من نوصل للبالب نعطي فيو دروبس بالبالب بالكنلز نستخدمه. طبعا هذا يستخدموه اكثر شيء جماعه الكونزرفاتيف دينتستري. انتراوسيوس تكنيك يعني نستخدمه في حاله في بعض الاحيان عندك كان ابسكتومي وعندك عمل والمريض يعني البونكس بوز دقبالك، ففي الحاله نعطي انجكشن مباشره للمدلري بون. طبعا خلي بالك انه الوقت مالته ما يستمر كثير، تقريبا 10 الى 20 دقيقه. هسه راح نجي على الماكسيلاري انجكشن تكنيك. طلاب الماكسيلاري انجكشن تكنيك اللي هي عده تايبس. اول تايب سوبرابيروستيال اللي قلنا نرجع ونقول اللي انه هذا سوبرابيروستيال، تمام طلاب، اللي نسميه انفلتريشن. احنا نرجع نقول خطأ كلمة infiltration. infiltration لل small terminal nerve ending يعني للجنجيفا between teeth اللي خطأ نسميه infiltration. المفروض نسميه supraperiosteal injection اللي هو نعرفه above the apex of the root، تمام. فsupraperiosteal injection اللي هو نستخدمه بالعادة landmark مالته ميوكو بوكال فولد، الكراون مالت التوث اللي نريد نعطي injection، والكونتور ما كونتور اوف ذا روت طبعا يكون ابوف ذا ابيكس، تمام، والبوفل مالت النيدل يكون باتجاه البون، وننطي فيو دروبس ابوف ذا تارجت توث. طبعا ايش راح يعطينا؟ انستيزيا بالبال وراح يعطينا سوفت تشو. بوستيرير سوبيرير اليفلر نيرف بلوك. هسه نجي للبلوك اللي هسه قبل شوي حكيناها هي فيلد بلوك. هسه بوستيرير سوبيرير نسميها نيرف بلوك يعني تارجت نيرف، ويل نون نيم اوف نيرف نسميها نيرف بلوك. طبعا البوستيرير سوبيرير اليفلر نيرف نعرف انه يغذينا الثيرد مولر بالبال سوفت تشو، والفيرست مع الفيرست مولر ما عدا الديستال ما عدا الميزيو بوكال روت اللي يغذي ب 28% من الناس يغذيهم الميدل سوبيريور اليفلر نيرف، تمام. فالبوستير سوبيريور اليفلر نيرف الانديكيشن مالتها اذا اكثر من سنه، يعني مثلا نريد نسوي اكستراكشن الثيرد والسكند مولر، فبدلا مما نسوي ريبيتد انجكشن يعني ابوف ذا ابيكس اوف ذا ثيرد مولر وبعدين نجي above the apex of the supraperiosteal technique above the second molar، راح نسوي شنو؟ نسوي على نيرف واحد هو البوستير اليفلر نيرف، وبذلك نمنع الريبيتد انجكشن، نمنع الكومبليكيشن مالتي توكسيسيتي اضافه الى انه painful سايت مالتي انجكشن، ونمنع ملتيبل ألسرز. طبعا الكوندرا انديكيشن اذا طبعا تشيلدرن موجودين صعب انه تنطي للتشيلدرن بوستير سوبيريور اليفلر نيرف بلوك، او في بعض الاحيان اذا شخص هيموفيليك بيشنت فانت راح ممكن تسبب عنده
يعني سوري هيموريج او يعني بليدنج بالمكان. الانجكشن مالتنا لو واحد يجي يقول شنو اللاند مارك، يمكن هنا اوضح عندي، يكون اللاند مارك هو الهايت اوف ميوكو بوكال فولد ابوف ذا سكند مولر. تمام، اذا ميوكو بوكال فولد سكند مولر، وبعد ايش عندنا؟ ماكسيلاري تيوبروسيتي وزايكوماتيك بروسيس اوف ماكسيلاري بون. زين، هي هاي اللاند مارك، زايكوماتيك بروسيس اوف ماكسيلاري بون، ماكسيلاري تيوبروسيتي، لور سوري ابر سكند مولر، وهايت اوف ميوكو بوكال فولد. تسوي ريفلكشن باي فينجر او باي ميرور. تمام، يكون الادفانسمنت مالتي نيدل او سايت اوف بينتريشن اوف نيدل medial to the posterior border of maxilla, advancement of needle superior, medial and posterior, a depth of penetration 16 mm. راح يعطينا anesthesia للتيث اللي حكينا عليها قبل شويه. complication مالته هيماتوما، يعني في بعض الاحيان تسوي انجري بسيط للتريجويد فينوس بلكسس القريبه، وفي بعض الاحيان تسوي يعني انجري السمول كابيلاريز الموجوده، وفي بعض الاحيان يعني ولو هي ريق قريب، لان ماكسيلاري ارتري يكون يعني بوستيرير تو ذا تريجويد بليت، فصعب بس ممكن انه تسوي انت انجري الماكسيلاري ارتري. المهم يصير ان اكسبت يعني ان اكسبتابل هيماتوما بالمكان، وطبعا اكيد راح يصير بها ريزوليوشن وذين فيو دايز. ماندبلر انستيزيا، هذا دائما طلاب يجي بالام سي كيو انه يقول لك what are the most common complication of posterior superior alveolar nerve، تقول انه هي anesthesia to the mandibular nerve. تمام، فالماندبل ممكن ياخذ، ولذلك المريض في بعض الاحيان يقول لك دكتور اشعر انه اكو عندي numbness بالتانج او numbness باللب، وانت منطي للابار، فهذا فشي جدا طبيعي تعرف انه الماندبلار نيرف اخذ local anesthesia، لانه الماندبلار نيرف يمشي lateral to the posterior superior alveolar nerve. ميدل سوبيري الفلار نيرف عرفنا انه قلت لكم انه هو 28% موجود للمرضى، يغذي لنا الفيرست بريمولار والسكند بريمولار والميزيو باكر روت اوف ابار فيرست مولر. طبعا ماكو فشي الهاي انديكيشن مالته اذا عندنا يعني اي دنتال بروسيجر، الكوندرا انديكيشن مالته في حاله الاكيوت انفلاميشن او انفكشن. طبعا الانجكشن تكون ابوف سكند بريمولر ابوف ذا روت كراون لاند مارك هايت ميوكو بوكال فولد كراون اوف ذا روت كراون اوف ذا توث روت اوف ذا توث وفيو مليمترز البوفل باتجاه البون، وننطي الانجكشن وننطي سوري لوكال انستيزيا. الانتيريور سوبيريور الفلار نيرف، الانتيريور سوبيريور نيرف طبعا اكو تسميه خاطئه اللي نسميها انفرا اوربيتال نيرف، لانه نعرف انه انفرا اوربيتال نيرف الماكسيلاري نيرف يمر من يمر بالانفرا اوربيتال كانال، ايش نسميه انفرا اوربيتال نيرف، ويخرج وينطينا الاكزيت ثرو انفرا اوربيتال فورامن، وينطينا البرانشز اللي حكيت لكم عليها اللي قلنا بالبيبرال برانشز ولاترال نيزال، و ينطينا سوبيريال ليبلر. فاحنا الانجكشن طبعا اثناء مروره بالانفرا اوربيتال كانال شو ينطينا؟ ينطينا الانتيريور سوبيريور والميدل سوبيريور. فنعرف اذا انت انفرا اوربيتال فمعناها في بعض الاحيان التسميه يعني الانفرا اوربيتال نيرف بلوك اللي يسموها هي يعني يقصد انه البرانشز الثلاثه اللي تطلع من النيرف. تمام، ف البرانشز الثلاثة تطلع من النيرف اللي قصتهم بالبيبرر ولاترال نيزل والسوبيريور ليبيال. تمام، فإحنا التسمية الصحيحة هي anterior superior alveolar nerve block through شنو؟ through infra orbital foramen. زين، بس إحنا نمشي بهاي التسمية اللي هنا infra، يعني اللي واحد يقول لك infra orbital nerve block لازم تفهم إنه infra orbital nerve block قصده الانتيريور سوبيريال الفلار نيرف بلوك، او انه انتيريور زائد ميدل سوبيريال الفلار نيرف بلوك. طبعا انديكيشن مالته في بعض الاحيان فيلد اوف اذر بروسيجر، يعني سوبرا براستيال انجكشن فيلد عندك فوق الابكس مالت الروت وصار بها فيلر، فاذا بهاي الحاله ايش تستخدم؟
تستخدم الانتيرير الانفران اوربيتال نيرف بلوك. او في بعض الاحيان سيلايتس او اكوت انفلاميشن او انفكشن، اللاند مارك عندك ضاع بالمكان، او انه هذا الانفلاميشن او انفكشن يمنع لك انه يمنع الانجكشن الاعتياديه، او انه السيلايتس الموجود الاسيديك ميديا تمنع اخذ الانستيزيا، فلذلك نستخدم this technique. طبعا لازم نعرف انه اللاند مارك مال الانفرا اوربيتال تكنيك او الانتيريا سوبيريا ليفلر نيرف بلوك، نعرف انه هي الانفرا اوربيتال نوتش، تمام، ونعرف انه الانفرا اوربيتال فورامن هاي ميوكو هايت اوف ذا ميوكو بوكال فولد كراون اند روت اوف فيرست بريمولار. طبعا انت من سنتر انسايزر للفيرست للسكند بريمولار تقدر تنطي، بس اقصر روت يعني او اقصر مسافه هي ثرو ذا فيرست بريمولار. ادفانس النيدل تقريبا 16 ملم، حاله من حال بوستيريا سوبيريا ليفير نيرف اللي يكون هو 16 ملم الادفانسمنت، تمام، يكون ماكو عندي صوره لها، يكون الفينجر مالتك بالضبط اول مره تمره بالنوتش، بعدين تشعر بكونفكسيتي، بعدين بالضبط تشعر كونكافيتي، فتخلي اصبعك من الخارج على هاي الكونكافيتي الموجوده، وبعدين تدخل من خلال تدخل من خلال الفيرست بريمولر من خلال الابكس، وتبدي تسوي بينتريشن الى ان انه تشعر بالنيدل تقريبا وصلت بالفورامن. طبعا المريض في بعض الاحيان يشعر بالكومفورت، يقول لك دكتور اكو فت بارستيزا خفيفه على اللاترال نيزل سايد او الابر ليب، تمام، وانت تشعر بالنيدل او تشعر بالضبط بالنيدل باصبعك من برا، زين، وتبدي انجكشنز تقريبا لمده دقيقه، تبدي بالانجكشن وتحتفظ بالبرجر، تمام، تحتفظ بالبرجر الموجود، ليش؟ حتى تامن دخول انه اللوكال انستيزيا خلال الانفرا اوربيتال فورامن حتى نسوي انجكشن المن للانتيرير والميدل سوبيريا الليفير نيرف. ليش؟ لانه انت اذا ما تامن هاي البرجر فما راح يدخل ثرو انفرا اوربيتال فورامن، فالمن راح يعطيك شو اسمه يعني لوكال انستيزيا بس مجرد للسوفت تيشو، ما راح يعطينا بالبال. يعني سوفت تيشو شنو؟ branches of infraorbital nerve outside infraorbital foramen، يعني راح يعطينا البارببرال واللاترال نيزل وسوبيرير ليبيال، بس اذا امنت البرجر لا راح يعطيك الهاي برانشز وراح يدخل لجوا وينطيناك يعطيك يعني انستيزيا المن للانتيرير والميدل سوبيرير الليفير نيرف، تمام. طبعا اي نقاش طلاب نقدر نتناقشه خلال الجروب بالوقت اللي ان شاء الله نحدد اي سؤال. طبعا هذا ايش راح ينطيك؟ ينطيك انستيزيا بالبال زائد سوفت تشو من السنتر انسايزر للميزيوباكر روت اوف ابر فيرست مولر. لوكال فلتريشن اوف ذا باليت، اخر شيء بالموضوع الباليت والتكنيكس مالته. الباليت طبعا هي بينفول انستيزيا، المفضل انه انت باللوكال فلتريشن اوف باليت تخلي بالك انه تاج ذا بون سلايتلي ويذدرو ذا نيدل اند ذن انجكت. طبعا البلت التكنيك مالتها ولا كريتر نيرف بلتاي نيرف بلوك اللي هي adjacent to maxillary second molar between free gingival margin and mid palatal raphe adjacent to the second molar راح يعطينا soft tissue anesthesia from second molar or from third molar to second or to first premolar. Nasopalatine through to the nasopalatine foramen, which is posterior. To the incisive foramen. High incisive foramen. اللي عن طريقه نسوي anesthesia للnasopalatine nerve block اللي هو branch of maxillary nerve. راح يعطينا soft tissue anesthesia from canine to canine. Incisive foramen is located of the palate. Posterior to the maxillary central incisor. طبعا اكو في التكنيك جدا رائع اللي هو نسميه anterior and middle superior alveolar nerve block through the palate.
طبعا السايت مالت الانجكشن مالتك اكو لاين كونكت الفيرست والسكند بريمولر، هذا اللاين نرسم خط مستقيم من عنده زين، و الميد باليتر الرافي بالضبط بالمنتصف ما بين هاي اللاينين الموجودين او بالتقاط يعني بالضبط السايت مالت الانجكشن سوري خلال اللاين الموجود ما بين تو بريمولرز ميد واي بتوين ميد باليتر الرافي اند ماكسيلري بريمولرز، يعني السايت مالت الانجكشن بتوين تو بريمولرز، ارسم خط بتوين تو بريمولرز، فاذا هو المكان او الليفل مالت الانجكشن مالتي. يبقى وين الانجكشن مالتي؟ بالضبط بالمنتصف ما بين المسافه ما بين تو بريمولرز والميد باليتال رافي. طبعا هذا سوري طبعا هذا التكنيك يوفرنا انجكشن المن للانتيرير والميدل سوبيريال ليفلر نيرف وكذلك للنيزو باليتاين نيرف وكذلك للجريتر باليتاين نيرف. طبعا اكو واحد يسال يعني شنو الفكره من الانجكشن؟ يقول لك الفكره من الانجكشن انه هاي المنطقه ما بين تو بريمولرز اكو عندك هنا ملتيبل فورامنا، هاي نمبر 1. بسبب وجود النيزل ابيرتشر وبسبب وجود الماكسيلري ساينس فالبرانشز مالت الانتيرير سوبيريا اليفلر نيرف، وفي حاله وجود الميدل سوبيريا اليفلر نيرف يصيرها كونفرجنس بالضبط ابوف سكند فيرست اند سكند بريمولرز، فهاي يصير لها كونفرجنس طلاب هنا. فانت من تجي تعطي انجكشن تضي يسموها سب نيورال دنتال بلكسس، فانت بالضبط راح تعطي انجكشن للسب نيورال دنتال بلكسس اللي برانشز اوف انتيرير اند ميدل سوبيريا اليفلر نيرف. شنطيك المن انسيزيا anterior middle superior liver nerve palpal soft tissue وبعد شنو للgreater palatine والnaso palatine. palatal approach anterior superior نفس الفكره، palatal approach anterior superior liver nerve انت اذا تنطي دخل النيدل فيو مليمز راح يعطيك المن للnaso palatine nerves، اذا دخل النيدل اكثر بعد زين تقريبا اقل من 16 تقريبا 10 الى 15 مليم ايش راح ينطيك؟ ايش راح ينطيك؟ ينطيك للانتيرير سوبيريور اليفلر نير، فهذا يسموه باليتال ابروتش انتيرير سوبيريور اليفلر نير ثرو انسيسيف فورام. طبعا اذا في واحد يقول المن استخدمه في حاله انه تريد انت يعني بايلاترال، يعني عندك مثلا انجكشن يعني مثلا اكستراكشن من الكيناين للكيناين بدل ما تعطي سوبر اوربيتال ملتيبل انجكشن، او اذا تريد تعطي انفرا اوربيتال نيرف بلوك تنطيها للرايت او للليفت تجي هنا مباشر عن طريق الباليتال ابروتش بون انجكشن، وايضا يعطيك ايضا انجكشن المن للنيزو باليتاين نيرف. ماكسيلري نيرف بلوك، طبعا ماكسيلري نيرف بلوك بالضبط التكنيك مالته مثل البوستيريور سوبيريور اليفلر نيرف بالضبط اللاند مارك والتكنيك مالت الانجكشن بالضبط، بس هناك الادفانسمنت مالت النيدل او طول النيدل تقريبا الديبث اوف بنتريشن سوري تقريبا هو 16 مليم، هنا يكون بالضبط 32 مليم. المن نستخدمه انديكيشن وين ذير از هيمي ماكسيلا بروسيجر. الكوندرا انديكيشن مالته طبعا الكوندرا انديكيشن في حاله انه اذا بيشنت ان اكسبيرينس دنتست ان اكسبيرينس يعني ممكن يسوي يعني ممكن انجري الماكسيلاري ارتري او تريجويد فينوس بلكسس ممكن هيماتوما تصير، طبعا الكوندرا انديكيشن اصلا بالبيدياتريك بيشن، بس هو فت يعني تكنيك ممتاز جدا يمنع لك الملتيبل انجكشنز ويعطيك بروفاوند جود بروفاوند انستيزيا. الابروتشز مالته هاي تيوبروسيتي ابروتش اللي هو نفس الابروتش مالت البوستيريور سوبيريور اليفلر نير، واكو فشي يسمو جريتر باليتاين ابروتش ثرو جريتر باليتاين فورامن تدخل 32 مليم فينطيك مباشر المن لل ماكسيلاري نيرف. الكومبليكيشن مالته هيماتوما، وفي بعض الاحيان يقول لك بنتريشن اوف اوربت، يعني احنا ما سامعين بيتش كومبليكيشن، يقول لك اذا انه الشورت يعني طول اللينث مالت السكال هو اقل من الطبيعي،
وممكن في بعض الأحيان أنت تسوي penetration of nasal cavity وهي هاي كلها complication less likely to occur. Thank you طلاب، وإن شاء الله يكون المناقشة ب جروب التليجرام على وقت نحدده. Thank you.